السلام عليكم خوتي، كدايرين بخير؟ كلشي مزيان. المهم هذا الجبل ديال بويبلان 4200 متر فوق سطح البحر، غني عن التعريف، كيجيب ليه الكور بزاف بزاف، حتى صراحة المغاربة. وهذا الجبل ديال صغلة، هذا اللي غنمشي ليه غدا ان شاء الله. بالنسبة للبلاد، هذا هو الدوار ديالنا، وهذه الجامع ديالنا، عندها واحد التاريخ عميق، حتى هو كيجيو عند الناس بزاف. المهم سيدنا، هذا الفيديو عاوتاني بحديتو، مصورة من دوار اخر راني طالع ليه تما فين قدرت لكم السهمية، الدار ديالنا الطرفانية من جهة الغابة. وهذا كيف ما قلت لكم في الفيديو الاول، الجبل ديال بويبلان موراه كاين واحد الاوطيل، وكاين واحد العين سميتو عين الجوع. وبالنسبة للإخوان والأخوات والمتابعين والمتابعات، المقطع هذا بدينا الرحلة اللي قلت لكم، اللي صورت لكم الفيديو ديال صغلة في الأول، ده هو المقطع الأولاني من الرحلة. صراحة عانينا بزاف، ما كانش عندنا الماء، وكنا كنقلبوا على الماء. المهم ده الشوية اللي كتشوفوه هو اللي كان عندنا، وطالعين لواحد الجبل ما فيهش الماء، ومن حسن الحظ تلاقينا تما واحد الناس، المهم من هادوك الناس اللي كيصرحوا تمايا، ونعتوا لنا واحد العين زوينة تبارك الله، عرفتي دايرة بحال الواد هنايا. خرجنا، المهم ضربنا مسافة طويلة، وده هو الجبل اللي صورت لكم في الفيديو كاع في الأول، شتي كي كان كيبان شحال ديال البعد. دابا بدينا كنقربوا ليه. بالنسبة لهاد البعلوكة، هذا ولد اختي، مشينا انا وياه. وبالنسبة للعيد، هو بالضبط هنايا دابا، راه حنا فوق الجبل، العين هو لتحت كاع فين كنشير بيديا. تما كاين القمة، وتحت من هذيك شوية الغابة، هذيك ماشي الغابة، الأرز هذاك، وهذه لا ريجيون. صراحة كنا بغينا ندوزو من هاد لا ريجيون دابا فين كنشير بصبعي، ولكن إلا دزنا من تما كاين الماء، ما يمكنش لينا داك الساعات ناخدو الماء، واضطرينا نهودو لتحت هنايا بالضبط. هذاك تما فين كنت دابا كنشير بصباعي، تما فين كنا هودنا لتحت لهنايا، كانوا هنا شي ديور، شي 6 ولا 7 ديال الديور كانوا هنايا، بقاو غير الآثار ديالهم. السلام عليكم خوتي، كي دايرين بخير؟ هانيا كلشي مزيان، اموركم على خير؟ بيني وبينكم راني شحفان، الباكتاج هو ايوا سيدي. خويا مكلم التليفون، طحلو التليفون في الجلسه، ماشي جلسه، المهم انا نوريها لكم. ايوا صافي، جينا نعومو هنايا شي شويه، انا غنوري لكم الجبل اللي هبطنا منه، ودابا عاد غنطلعوا للجبل التالي كاع الاخران. المهم خرجنا مع 5 ديال الصباح، دابا راه 1:05 ديال الدقائق بالضبط. هذا ما كان صراحه باغي نقص معكم هاد الاجواء هادو، هذا ما كان. والله ما باردين. انوار، راه نشوف التليفون، حلب بالله راه نشوف. الله يلا مشالك بالرب، طحلو تما في هاد الكلتة. هبطنا من داك الجبل، كانت عندنا 2 لتر ديال الماء، كنا كنفكروا كيفاش غنديروا، شمينا لهنا الماء وهبطنا لقينا هاد الشويه هنايا. صراحه ما عرفناش باللي كاين هنا الماء، عرفنا غير بهاد الخضوريه ديال الشجر، عرفنا باللي كاين الماء هنايا. المهم هاد الجهه ما كاينش، كنا غندوزو من الهيات، كنا غندوزو من الهيه باش نخرجوا لهنا، ورجعنا هودنا من هاد الجهه ولقينا هنا شويه ديال الماء. هذا هو الباكتاج. صراحة صراحة الدراري العذاب الشديد، قسما بالله العذاب الشديد، ومتقل بزاف، وهز الماء
ما كاينش الماء. منين طلعنا؟ طلعنا من لهيه، هاي الجبل شحال باقينا لهيه. اوان انا اوريلكم المنظر بلاتي. المهم اخوتي، كيف ما قلت لكم، المهم هذا هو، هذه هي البلاصه، لانه والله ما قديت نهضر فاش كنت كنصور. صافي عييت صراحه، الله قطعت فيا النفس. المهم هذا الجبل ديال بويبلان اللي وريت لكم في الاول ديال الفيديو. كاينه واحد الطريقه هي غاديه واحد الشانطي، كتبقى غادي انا وكتدور. انا فين درت لكم دابا السهم، تما كاين واحد العين سميتو عين الجوع، معروف في المنطقه. وكاين تما واحد الاوطيل، اغلبيه الكور اللي كيطلعوا تما ديما كيدوزوا من هنايا، من حدانا كيدوزوا من حدانا في الدوار بالمواطار وكذا والجيبات، كيطلعوا تما يا بزاف. انا ديجا كنت تما، كنت مشيت لديك البلاصه. غنعطيك التكونيكتا. انا ما تقلقش، لعفتك زين الوجدي زين. سي انور، الله يرزقك. المهم اخوتي، هنايا دابا راه شي 7:30 ديال العشيه، والمهم قربت المغرب. ولد اختي صراحه، انا كنت ناوي صراحه الله نجلس تما شي يومين وهزينا الباكتاج ديالنا، لا انا لا هو. من بعد صافي قال لي خصني نهود هنا في هذا الفيديو بالضبط شي الوحده ديال الليل. المهم وصلنا مع 5 ديال الصباح للدار. المهم هو خاف، قال لي ما نقدرش نجلس هنا وكذا وصافي، وعيط على امو. صافي وخفت انا نخليه بوحديته يهبط، وهبطت انا وياه. وصلنا دابا حنا في الدار.